أهلا بكم في فضاءات جديدة. ضيفتي لهذه الحلقة الفنانة التشكيلية اليمنية سحر اللوذعي. تابع حوارنا مع ضيفتنا لهذه الحلقة، ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بآخر الإصدارات الثقافية. الشعر وما ينطوي عليه من عذوبة وجمال دائما له مساحة في برنامجنا وقفة مع الشعر. أفديك يا عراق، تنتطح الثيران في العراق، وتنعق الغربان في العراق، وترتع الضباع في مرابع العراق، ويكتوي بقهره وظلمه العراق، ويسقط الجسر على وصافة الآلام والأشواق، فلا عيون للمها ولا هوى تجلبه الخدود والأعناق، وتكثو الحروب والآفات والدموع في الأحداق، ويعظم الظلم مع الشقاق، ويكثو التزييف والتحريف والنفاق، ولا يرى الناس بصيص أمل يلوح في الآفاق، ليس لأجل غاية نبيلة في الدين والأخلاق، ولا لأجل الشعب في همومه، ولا لضمد القهر في كلومه، ولا لمسح دمه المهراق، لكنه كرمى لعين مرجعية قد قدمت شرفها الصداق، وباعت الأوطان مهر منصب وأعلنت بقمة الالتحاق، في كل يوم فتنة ليس لها انعتاق، وتحت كل نخلة نام لها احتراق، وكأس كل داعر بظلمه دهاق، لا يرعوي الدجال عن دجله، ولا تتوب طغمة الفساق. يا أيها العراق، يا بلد المنصور والرشيد، يا منبع الخلود، يا دروة الأخلاق والتوحيد، أواه يا جمجمة العرب ويا منارة الصمود، منذ استبيحت سطوة الأسود، منذ استطالت زمرة الكلاب والقرود، ما عاد فينا همة لندخل السباق، فقد غدونا سلعة مرذولة
في أبخس الأسواق، لأنهم قد قزموا أحلامنا يا أيها العملاق. ألام على حب العراق وأهله، فيا ليت كل الحب كان عراقا، ويا ليت كل العاشقين تبغددوا وراحوا لأرض الوافدين سباقا، ويا ليت كل الزرع فدوى لنخله لتصبح كأس الظامئين تهاقا. فمن طبعه ألا يضن بدمعه على كل موجوع يريد عناقا، ومن جوده ألا يخيب سائلا أتى يشتكي جور العباد زعاقا. الكتاب هذا الجليس الجميل له حيز جميل دائما في برنامجنا وفقرة هذا كتابي. أنا محمد الغباشي، باحث وأديب مصري، وهذا كتابي هارب إلى الشرق، عن حياة محمد أسد المستشرق النمساوي الكبير اليهودي الذي تحول إلى الإسلام. والكتاب من طباعة دار ديوان بالكويت، ويتلخص الكتاب في محورين أساسيين. المحور الأول يتحدث عن حياة محمد أسد ونشأته وترحاله ما بين البلدان التي طاف بها خلال حياته الزاخرة بالحركة الدائبة. والجزء الآخر يتحدث عن منهج محمد أسد ومؤلفاته ومنهجه الإصلاحي الذي كان يركز في الأساس على فكرة الدولة الإسلامية التي كان يطمح في إنشائها، وصناعة دستور إسلامي معبر بشكل حقيقي عن الدولة الإسلامية الحقيقية. فيعني أدعوكم إلى قراءة الكتاب، وأتمنى أن يعجبكم بإذن الله. الجمعية الدولية للشعراء العرب تؤكد حضورها من جديد في مهرجانها الرابع الذي أقامته في اسطنبول. كنا هناك ونقلنا لكم جانبا من المهرجان. بمشاركة مجموعة كبيرة من الشعراء تؤكد الجمعية الدولية للشعراء العرب حضورها من جديد في إقامة مهرجانها الرابع في اسطنبول. حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الدورة الرابعة من مهرجان الشعر العربي، المهرجان الذي يجتمع تحت سقفه نخبة من شعراء وأدباء العرب لا هم لهم سوى الارتقاء مجدداً بذائقة هذه الأمة من براثن غفلة اللهو وتفاهة القضية إلى معالي الجدية والذوق الرفيع. منذ 4 سنوات أطلقت الجمعية صيحتها الأولى منطلقة نحو طريق الإبداع وفضاء الحرية. هذه الدورة سبقها تعب كبير، ولكن الحمد لله بدأنا بجني الثمار من الآن. ساهم في ذلك تعب كبير وتضافر بين الجهود، أقصد في اللجنة المنظمة لمهرجان الشعر العربي في دورته الرابعة. ساهم في ذلك أيضا تميز على عدة محاور، منها ما قمنا به من تكريم لطلاب ناجحين، تكريم لمبادرات نسائية وشبابية، محاضرات وندوات، وسعنا هامش الثقافة في هذا المهرجان ولم نقف عند الشعر فحسب، وهذا ما ترونه وبدا جليا وواضحا والحمد لله رب العالمين. كلية الإلهيات في جامعة مرمرة التركية كان لها دور طيب في احتضان الشعر العربي والأدب الراقي. نحن سعداء في الحقيقة باستضافة الدورة الرابعة لمهرجان الشعر العربي، وهذه المرة الرابعة التي يكرمنا الله بأن نستضيف هذه الوجوه الطيبة ونستضيف أساطين الأدب والبيان. نحن في خدمتكم
ونحن سعداء جدا بأن نفسح رحابنا لهذا الجم الغفير ولهذا الأدب الراقي. لقاء الشعراء والأدباء العرب من الأغراض الرئيسية للمهرجان الذي حمل شعار الشعر يجمعنا. واحدة من الأغراض الرئيسية للمهرجانات بصفة عامة هو لقاء الشعراء، ويعني قد أحسن منظمو المهرجان باختيار شعار الشعر يجمعنا، هذه واحدة. أما فيما يتعلق بأحداث هذا اليوم فقد استمعنا إلى الأمسية الشعرية الأولى أو اللقاء الشعري الأول، وكان لقاء الحقيقة جذاب جدا، تنوعت فيه القصائد وتنوع فيه الشعراء من أقطار عربية عديدة. الإدارة والتنظيم وحضور الشعراء من الأشياء التي لفتت انتباه المشاركين وأثارت إعجابهم. الحقيقة مذهل، يعني التجهيزات مذهلة، الجهد المبذول جبار، التنظيم، مستوى الأداء الرائع، حضور الشعراء بهذا الكم الهائل. طبعا هذه أول مرة أشهد تجمع كبير لشعراء الوطن العربي، كلهم رائعون وكلهم أبدعوا وأمتعوا في هذا اليوم. يعني تابعنا الجلسة الأولى بشغف وباهتمام وبشعرية عالية، يعني حلقوا بنا إلى أعلى مستويات الأدب واللغة والبهاء والضياء، ما شاء الله. الوجع الشديد وآلام المنفى شكل القاسم المشترك بين قصائد المهرجان. أولا تنظيم المهرجان والمكان رائع جدا، أما ما قيل فمؤلمة، مؤلمة جدا. قصائد المنفى وضياع الإنسان المنفي بلا هوية وبلا انتماء، وتعامل الناس معه على أنه غريب لاجئ. القصائد التي كانت تحكي في هذا الموضوع كانت مؤلمة لحد الوجع الشديد. اختيار القصائد المناسبة للحدث معادلة صعبة، وغالبا ما أوقعت الشاعر في حيرة. وربما يعني نجحت في الاختيار وربما لم أنجح، لكن هو يعني تظل عملية الاختيار هي يعني حقيقة معادلة صعبة للشاعر. وكما يقال أو كما قال بعض الشعراء أيضا العرب، أن شعره كله كبناته، لا يستطيع أن يخير قصيدة دون الأخرى. أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفتي لهذه الحلقة الفنانة التشكيلية اليمنية سحر اللوذعي، فاسمحوا لي أن أرحب بضيفتي. أهلا وسهلا بك ست سحر اللوذعي، الفنانة التشكيلية اليمنية، ضيفة على فضاءات وعلى الرافدين. أهلا وسهلا أستاذ محمد، وشكرا لقناة الرافدين على استضافتي. حياك الله، ونحن سعداء بوجودك بيننا. أنت تقيمين الآن في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في ولاية نيويورك. تقولين دائما عن هذه المدينة بأنها عاصمة الفن التشكيلي وبأنها أكبر مراكز ثقافية في العالم. كلنا يعرف هذه المدينة، أو هكذا برز الوجه الآخر للمدينة، أنها مدينة المال والمصارف. الوجه الثقافي ما يعني ينطوي عليه من فن تشكيلي، من أدب، من إبداع، لماذا توارى عن هذه المدينة أو لم نكن نسمع عن أن نيويورك مركز ثقافي كبير؟ هي فعلا مدينة نيويورك تعتبر من أهم المراكز المالية والتجارية في العالم، بس هي أيضا تعتبر عاصمة الفنون والثقافة، مش بس في أمريكا وإنما في العالم ككل. تعتبر أيضا وجهة سياحية مهمة لكل السياح والفنانين من جميع أنحاء العالم. هذا الشيء موجود بكثرة من خلال اهتمامه بأنواع الفنون المختلفة. التنوع الثقافي الموجود في نيويورك يمكن ما حتلاقيه في أي مدينة أخرى في العالم. ففي مثلا الفنون المسرحية والغنائية في البرودواي، في فنون الجداريات
تلاقيها في كل مكان، امتداد المتاحف والمعارض في مثلا متحف المتروبوليتان اللي يعتبر أكبر متحف في أمريكا ومن أكبر المتاحف في العالم، موجود في نيويورك، يحتوي على أكثر من 2 مليون عمل فني. أنا زرته 3 مرات وللآن ما قدرت يعني أخلص كل كل السكشنز الموجودة فيه. فمدينة نيويورك هي بشكل عام مدينة مؤثرة وأيضا قابلة للتأثر لوجود التنوع الثقافي الغني جدا، فهي مدينة ملهمة للفنان سواء تصوير أو رسم أو الإبداع بشكل عام. من يقوم بهذه النشاطات أو الذي يعرض نشاطاته في هذه المراكز الثقافية كما قلت، فقط يعني هم الوافدون أم أبناء المدينة أم هناك تمازج بين الفئتين؟ لا، يوجد نوع من التماهي الفني والثقافي والاجتماعي يعني جميع الأوجه بشكل جميل جدا في مدينة نيويورك، من المدن اللي فعلا تحتضن الجميع من جميع الخلفيات والثقافات. وهذا اللي أنا لمسته يعني من خلال الفن اللي بنقدمه، وجدت أنه في تعطش لكل ما هو جديد وكل ما هو مختلف، فتلاقي ما في أي عنصرية في الموضوع، بالعكس أي شخص متأهل وعنده الموهبة ممكن أنه يوصل مواصل كبيرة. جميل. ربما أنت أول فنان تشكيلي يمني يعيش في هذه المدينة في نيويورك، يعني بدي أن نعرف يعني، وتحملين أيضا لقب سفيرة أو هكذا أعرف يعني تلقبين سفيرة الفن التشكيلي اليمني هناك، ما النشاطات أو الفعاليات التي قمتم بها للتعريف بحضارة اليمن أو الحضارة العربية لمجتمع نيويورك أو المجتمعات الأخرى؟ طبعا أنا في نيويورك من 2015، بداية 2015، ومن أول شيء لفت انتباهي هو يمكن قل النشاطات للفن التشكيلي العربي بشكل عام، ليس فقط الفن التشكيلي اليمني، فلذلك كان هذا هو اللي حطيته نصب عيني أنه أركز على هذا الجانب، أني كل نشاطات كثيرة بحيث أنه نعرف العالم بالفن التشكيلي العربي ككل. فبدأت بمشاركات في عدة معارض، طبعا المعارض بيكون يعني بتعطي مجال انه نتحدث بشكل اكبر، نتحاور يعني على مستوى فني وانساني. الاعمال بتكون عباره عن زي ما تقول غلاف كتاب، منها بنخوض اكثر في العناصر المستخدمه في الحضاره اللي انا اتيت منها، اليمن والدول العربيه بشكل عام. ما طبيعه الاعمال التي يعني لك او لفنانين اخرين عرضت في نيويورك؟ الأعمال أعمالي أنا مؤخرا هي مزيج من الفن الواقعي والتجريدي. طبعا الأعمال في لها وجهين، الوجه الأول اللي هو الجانب التعبيري والجانب التشكيلي. الجانب التشكيلي هو الظاهري اللي بيشوفه أي حد وبيفسره بأسلوبه بحسب خلفيته الفنية أو بحسب تذوقه، والجانب التعبيري اللي بيكون هو جوهر أو لب العمل اللي بيكون فيه رسالة مثلاً أو فكرة معينة بيحب الفنان أنه يناقشها أو يطرحها من خلال العمل. فلذلك أنا مثلاً أعمالي بشكل عام يمكن مع الغربة أثارت حنيني للتراث اليمني والبيئة اللي أنا أتيت منها، فلذلك أستخدم دائماً العناصر المستمدة من الموروث الثقافي والفني اليمني، بس الأفكار اللي أوظفها يعني في من خلال الأعمال بتكون متعلقة بالجانب الإنساني أو السلوكي للإنسان، يعني أشياء بنشترك فيها إحنا كبشر. مثلا من هذه الأشياء يعني مثلا المرأة، نعم، نفسيتها، آمالها، مخاوفها، الأشياء اللي بتمر فيها على مستوى أعمق، مثلا سلوكيات الإنسان مثلا، نعم، نفسيتها. ففي مواضيع كثيرة أنا طرحتها في أكثر من عمل، ولكن العناصر هي مستمدة من الثقافة اليمنية، يمكن من ناحية علشان نعرف العالم على الجانب، نعم، الجميل لليمن، تعرف مع التشويه اللي حاصل مع الحرب والأوضاع السيئة، العالم بيشوف بس منظور آخر تماماً، نعم، اللي بيعكسه الإعلام والأفلام. فطبعاً اللقب اللي دائما اسمع من كثير من الناس انا افتخر فيه، ويعني وهو وسام على صدري بيحسسني بمسؤوليتي كفنانه اني اقدم بلدي وثقافتي وتراثي بافضل طريقه ممكنه.
فالحمد لله في عندي مشاركات كثيرة في معارض. ما الذي أطلق عليك هذا اللقب يعني؟ مش عارفة، في أكثر من لقب سمعته من أكثر من شخص، مثلا في السوشيال ميديا، صديقاتي، زملاء فنانين، صحف. يعني ليست جهة أمريكية معنية بهذا الأمر أطلقت هذا اللقب؟ لا، أنا سمعت هذا اللقب من جهة يعني من وسائل إعلام عربية، من يعني ربما لأنك أنت الفنانة التشكيلية الوحيدة هناك في هو في فنانين في فنانين في نيويورك. أيوة أنا تعرفت على فنان يمني هناك، في كم فنان، بس تعرف إحنا مشكلتنا مش بس باليمن، العرب ككل غياب المنصة اللي تجمعنا، فتلاقي جهودنا متناثرة هنا وهناك، ما في منصة، ما في العلاقة بين الجهات المؤسسية والفردية للفنان، في فجوة كبيرة بينهما. طيب أنت الآن خارج الوطن، يعني بدي أن نسلط الضوء على جانب، تعرفين اليمن، ويعني الساحة العربية الآن بشكل عام بالأغلب الدول هي محترقة، حروب، احتلالات، بطش، دكتاتورية، ظلم، واليمن معروف الآن يعني ساحة محترقة بسبب الحروب التي الآن تستنزف ويعني تسحق هذا الشعب العريق، عصابات مسلحة تمدها إيران مع اللعبة الدولية أمريكا، دول الخليج حاولت أن تصحح الوضع في اليمن غير قادرة الآن. أنت الآن تعيشين خارج الوطن والشعب اليمني يعيش الآن يعني كوارث مؤلمة وجراح وتدمير، برأيك أن الفنان التشكيلي هو خارج الوطن يستطيع أن يخدم وطنه أكثر أم وهو في الداخل؟ مش شرط الفنان ممكن يخدم وطنه سواء بالداخل أو بالخارج، خاصة هذه الفترة مع أن احنا عايشين عصر العولمة، بسهولة أي شخص مش شرط بس فنان يقدر يوصل صوته بسهولة إلى أي جهة أخرى. أنا دائما أقول إذا في رغبة حقيقية وفي في توجه للفنان، في هدف أمامه ورسالة هو بيسعى لها، هو قادر أنه يوصل صوته. يمكن الفنان في الخارج في إمكانية معينة بتسهل لها الطريق، في الوطن مثلا بالذات في اليمن الآن مع الأوضاع في عوائق وفي أوقات تحديات كثيرة، ولكن أكيد الفنان إذا في عنده شغف كبير باللي بيقدمه، ومش فقط أنه بيرسم وإنما هو بينظر لنفسه أنه سفير لبلده سواء كان في وطنه أو خارجها، وفي هدف معين هو بيسعى له، فأكيد لابد ما حي ولو كانت المعوقات كبيرة، طالما المحرك من داخل الهدف في شغف أقوى من أي تحديات خارجية، فهو أكيد قادر إنه يوصل. طبعاً في مثلاً مؤسسة قمرية اللي أنا قمت بتأسيسها، هي بتصب فكرة إنه نحاول نسهل كمان على الفنان اليمني الآن حالياً، بس إن شاء الله مستقبلاً برضو الفنان التشكيلي العربي ككل، نسهل لهم الطريق. لأنه إذا حننتظر إنه من جهات معينة تساعدنا، مؤسسات الثقافية والمعنية اللي مفترض تسهل لنا الطريق وتقدم توجيه وإرشاد ونقد بناء للفنان وتساعده أنه يوصل لهدفه، فما حنقدر نعمل أي شيء. فلذلك قلت مؤسسة قمرية أو نعم. قمرية نعم نعم هذه مؤسسة سنتحدث عنها بعد الفاصل. أوكي. معذرة، هناك موضوع حقيقة بيودي أن أسألك عنه وهو القمريات في اليمن. أوكي. سنتحدث عن هذا الأمر بعد الفاصل معذرة، فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، ضيفتي لهذه الحلقة الفنانة التشكيلية اليمنية سحر اللوذعي. أعود إليك أستاذ سحر، كنت يعني سمعت منك أن هناك مؤسسة باسم القمرية، ويودي هناك موضوع ضمن التراث اليمني هو القمريات، وهو جزء من البناء التراثي اليمني. ودي أن تحدثينا عن المؤسسة، لماذا أخذت هذا الاسم، وأيضا أتحدث عن هذا الجانب من التراث اليمني.
طبعا قدريات هي تعتبر أيقونة في العمارة اليمنية، من التراث الجميل اللي بيضيف طابع جمالي ومميز في أغلب البنايات اليمنية القديمة. للأسف الآن مع تطور العمارة في يعني العنصر الحداثة بدأ يدخل ويلغي شوية الأمور التراثية زي القمرية، فلذلك أنا ركزت على الاسم من ناحية علشان نركز على حكاية أنه نحافظ على القمريات. الشيء الآخر، القمرية طبعا هي معروفة بألوانها الزاهية وتفاصيلها، نقشاتها اللي مستمدة من عدة أشياء، مثلا من البيئة النباتية في اليمن مثل البن اليمني، سنبلة القمح، العنب، أيضا مستمدة من أساطير، من الحكايات القديمة. فنفس فكرة المؤسسة أنها تحتضن فنون مختلفة، فنانين مختلفين من جميع المحافظات، من جميع البلدان إن شاء الله مستقبلا. فهي فكرتها باختصار أنه فنك جوازك. أعرف كثير فنانين فنهم جدا رائع، والعائق الوحيد اللي مش قادر يسافر ويعرض أعماله في الخارج، فتلاقي كثير من الفن الجيد لا يرى النور، لا الفنان قادر يعرض أعماله ولا العالم قادر أنه يستمتع بهذه الفنون الجميلة والمميزة. فأنا فكرت أنه بخطوة بسيطة الفنانين يرسلوا لي أعمالهم بدقة جيدة، نقوم بطباعتها وعرضها في معرض في الخارج. من اليمن فقط؟ حاليا أنا أول يعني بدأنا بمعرض يمن أرت جاليري اللي تم في 12 ديسمبر 2021، حضرتها عضوة مجلس الشيوخ السيدة ناتاليا فرنانديز في نيويورك. نعم. كان المعرض جدا ناجح الحمد لله، ولاقى كثير من الاهتمام وتسلط عليه ضوء كبير جدا، فهو كان زي ما تقول أول مرحلة إن شاء الله. هو حاليا أشبه ما يكون بمشروع. أنا فكرت أشوف بس أقيس الوضع إذا كان حلاقي يعني صدى كويس، والحمد لله شفت أنه كل الفنانين تفاعلوا، عرضت اللي عدة فنانين من محافظات كثيرة. كمان رسالتي من خلال المؤسسة أنه أحاول أجمع الفجوة اللي حاصلة بسبب الصراعات وتعرف التحزبات اللي حاصلة في اليمن، عملت فجوة بيننا، فبالفن بنحاول نوحد. نعم، احنا حتى المشاهد العربي يكون عنده تصور عن موضوع القمريات. طبعا احنا عندنا في العراق اسم القمرية عادة هذه العريشة التي تبنى في مقدمة البيت ويتسلق عليها أشجار العنب، أما في اليمن تختلف قليلا، وهو أنه ضمن بناء البيت هناك زجاج ملون، هكذا هي القمريات كما أعرف. هي طبعا القمريات لها تاريخ طويل، أخذت فترة طويلة، كان في يعني عملية بنائها اختلفت قديما والآن أيضا اختلفت، لكن بشكل عام هي زي ما يكون في السقف أم في جانب البيت؟ لا، بتتعمل طبعا الآن بتتعمل بطرق مختلفة، بس بالأساس هي عبارة عن زجاج ملون على النوافذ. هي تسمى Windows of the Moon بالمصطلح الإنجليزي، معنى نوافذ القمر. هي في الأساس يعني اتعملت زمان. الإنجليز أيضا عندهم قمريات؟ لا، لكن أنا شفت باحث أمريكي زار اليمن قبل فترة يمكن في الثمانينات، وكتب مجال جميل جدا عن القمريات، وأيضا وثقها بصور. إذن اشتقاق الاسم له علاقة بضوء القمر أو القمر؟ هو فعلا، لأنها بالأساس كان هدفها قبل أن يكون جمالي له، يعني هو عملي أساسا علشان الضوء يدخل داخل البيت، لأنه ما كان في كهرباء زمان. بس كمان ضوء الشمس لما بيدخل بيعمل انعكاس جميل للألوان بداخل البيت. نعم. فهي فيها قيمة جمالية ومعنوية أيضا. إذن أنت التقطتي هذا الجانب الجمالي من البناء التراثي وسميتي هذه المؤسسة. الآن أغلب الفنانين تشكيل اليمنيين يعني يقيمون نشاطاتهم الفنية في هذه المؤسسة، أم في مؤسسة هناك توجد مؤسسات أخرى تقيم لهم النشاطات أو تحتضن نشاطاتهم الفنية؟ هو حاليا الفكرة المؤسسة هو عمل معارض بشكل دولي. نعم. ليست منصة لتجميع الفنانين، وإنما حاليا هي فقط تحتضن معارض بشكل دوري، ربما مرة أو مرتين في السنة. نعم. هنكون نقيمها إن شاء الله، وبإذن الله في المستقبل تتوسع. جميل. يعني من ضمن النشاطات والفعاليات المميزة لحضرتك معرض الفني بحار في إسطنبول، وأنت جئت إلى إسطنبول لإقامة هذا المعرض الفني، وهو يكون على ظهر سفينة. كيف ولدت فكرة أن يقام معرض فن تشكيلي على ظهر سفينة؟ طبعا أنا لي فترة يمكن من سنة أنا والدكتورة سجا حابة أوجه لها تحية كبيرة وجميع
فريق لون الورد. دكتورة سجة طبعا هي رئيسة تجمع الثقافة والسياحة في اسطنبول في بورصة عفوا في بورصة تركيا، وهي رئيسة تجمع لون الورد. تجمع لون الورد هو الذي هو عمل على هذا المعرض، هو بإدارة ورعاية تجمع لون الورد. أنا أعرفها طبعا دكتورة سجة، جانا لمشاركتين معها في تركيا من قبل في بورصة واسطنبول، وتحدثنا بخصوص فتح معرض شخصي. هذا معرضي الشخصي الرابع. وتناقشنا في هذا الموضوع. هي رحبت بفكرة أنهم يحتضنوا المعرض، وجدا إنسانة رائعة وسلسة في التعامل، وهي أساسا هي فنانة، فوجدت التعامل معها كان جدا جميل. كيف ولدت فكرة أنه يكون على ظهر سفينة؟ هي طبعا تعرفني أنه أنا كان أهم شيء عندي يعني في كل معارض يحب يكون المعرض يتم تقديمه بشكل مميز مختلف. فهي طرحت عليها فكرة السفينة، حبيت الفكرة جدا. احنا كان في عدة options، كان في عدة خيارات تناقشناها، حتى انه المعرض كان حيقام على بداية السنة وأجلنا الموضوع لحد ما اتفقنا على وقت الصيف على متن الباخرة. وكل عادة طبعا نمط المعرض زي نمط المتعارف عليه في جميع معارض دي انه يلمس حواس جميع الزائرين. فكان في فرقة راقصة من الموروث الشعبي اليمني، طبعا غير الأعمال الفنية، في مأكولات يمنية، سناكس خفيفة، كان في بن اليمني، البخور العدني، موسيقى. هناك تنوع صار في النشاط. هو أنا بالأساس رسامة، ولكن أنا مهتمة بجميع أنواع الفنون، هذا أولا. ثانيا هدفي من المعارض سواء معارض الشخصية أو المعارض اللي أنسقها مش فقط أني أعرض أعمالي، وإنما هو إرسال رسالة بأن إحنا متمسكين بجميع أنواع الفنون في وجه الحرب، في وجه الظروف الصعبة. وثانيا أني أعرف العالم بجماليات اليمن يعني. فأحب أن معارضي تكون عبارة عن تمثيل مصغر مشبع بالهوية اليمنية، وليس فقط عرض بصري. أنا أعود إلى جراح الوطن وجراح اليمن الآن كما معروف أنه في ظل هذا الحروب والظلم الذي الآن يعاني منه أهلنا في اليمن. كيف الفنان التشكيلي أن يمارس نشاطه في ظل هذه الظروف داخل اليمن؟ هو طبعا أكيد كل العوامل الخارجية بتأثر على الفنان. هذا الشيء لابد منه. فأيضا تعرف التنمية الاقتصادية كلما ارتفعت أو هبطت بيأثر هذا الشيء على التنمية الفنية وعلى أيضا الفنان، لأنه في الأخير إذا الفن مثلا ما وجد جو مهيئ للفنان أنه يبرز أو يظهر أفضل ما عنده وأنه كمان يستفيد منه ماديا لبعض الفنانين، قد يمكن يوصل لمرحلة أنه يوقف نشاطه تماما. فأكيد الفن التشكيلي تأثر في اليمن، هذا الشيء أكيد إحنا لمسنا. شكرا لك، انتهى الوقت. ونتمنى لو هناك مزيد من الوقت حتى نستزيد ونطوف أكثر في فضاء هذا الجمال. شكرا أستاذ محمد. شكرا لك الفنانة التشكيلية اليمنية سحر اللوذعي، ونتمنى لك التوفيق ومزيد من الإبداع. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ محمد. شكرا لك. أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن المتابعة، حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى. أستودعكم الله والسلام عليكم.